بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الفوكس بتاع الكلام بتاعي النهارده على البري نيتال دايجنوزز للكونجينيتال لانج انوماليز. طيب هبتدي بس الاول كده بمراجعه سريعه للامبريولوجي، مش هخش في التفاصيل قوي لان عارفين الامبريولوجي كانت تقيله علينا من ايام ما كنا في طلبه في الاندر جراديوت. انما هو انا عندي خمسه فيزز اللانج بتمر فيهم، حاجه اسمها الامبريونيك فيز اللي هي لحد الاسبوع الرابع، السودو جلاندولار فيز من الاسبوع السابع لل 16، الكانوليكولار فيز من 16 ل 24، والسكولار فيز من 24 ل 36، والالفيولار اللي هي بعد 36 اللي هي تقريبا خلاص عند الفول تير. الفكره ببساطه لو نفتكر ان البيبي كان بيكون من ثلاثه تيوبز اللي هي الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم. الاندوديرمال تيوب دي الجزء البروكسيمال بتاعها ده بيشترك في عمل حاجتين، الجي اي تي والابر ريسبيراتوري تراكت، تحديدا اللي هي الايه التراكيه. فاول حاجه عندي خالص الجزء الفوقاني خالص بتاع الاندوديرم ده، احنا عارفين ان في اول اربع اسابيع بيبتدي الميزوديرم يخش كده ما بين التيوب دي، يقسمها لاثنين تيوبز، واحده قدام اللي هي بتمثل التراكيه وواحده ورا بتمثل اللي هي الايه الاسوفاجس. وبعد كده الاسوفاجس ده يبتدي التراكيه من قدام تعمل كده فرعين اللي هم بيسموهم اللي هي البرونكيال بادز اللي هي بتعمل الرايت والمين برونكاي. بنخش بعد كده على السودو جلاندولار فيز، دي بتبقى الفيز اللي هي من 7 ل 16 ويك اللي هي بتبتدي البادز دي تكبر وتطول فيها وتبتدي تعمل لي اللي هي السيجمنتال واللوبيلر برونكاي وبرونكيولز. المرحله اللي بعدها الكانوليكولار فيز دي اللي هي تقريبا بيخلص فيها الديفلوبمنت بتاع الايروي كله، الايروي كله اللي هو مقصود بيه كوندكتيف سيستم اللي هو بادئ من التراكيه واصل لحد ريسبيراتوري برونكيولز في الاخر. السكولار فيز دي اللي هي الفيز اللي بتبتدي الالفولاي الايرلي الالفولاي تتكون فيها تمام وتبتدي تكبر، والالفيولار فيز اللي هي ان الالفولاي دي تبقى ماتيور وارييتد شكل بتاعه اللي هي الايه الماتيور لانج. فدي اللي هي المراحل اللي بتعدي فيها اللانج ديفلوبمنت كده بسرعه تمام. ولو حد عايز انا عندي البيبر دي ممكن ابقى اسيبها لكم اللي انا كنت محضر منها الحقيقه، كانت بيبر ظريفه وفي برضو بعض الريسورسز ابقى اوريها لكم اللي انا محضر منها التوك النهارده. الحاجه بس اللي عايزين نراجعها اهم حاجه قبل عندنا اي قاعده في الايمجنج، ان انت لازم تعرف النورمال شكله ايه عشان لما الاقي الاب نورمال اركوجنايز ايه الايه واتس جوينج رونج. فاهم حاجه عندي بالنسبه للسكان بتاعنا او السكان بلين بتاعنا في الاسسمنت بتاع النورمال لانج، ان انا باخد طبعا انتوا عارفين الالترا ساوند فيه ميزه ان هو البروب بحركه في اي اتجاه وبقدر اجيب بيه اي مقاطع انا عايز اجيبها، عايز اجيب اكزيال كرونال ساجيتال زي ما انا عايز. انما اللي بيهمني في اللانج تحديدا او في التشست الترا ساوند في البيبيز بتاع الفيتال قصدي اسسمنت للثوركس، ان انا بجيب اللي هو الميد ثوراسيك الاكزيال كات اللي هو في الميد ثوركس ده او اللي هو بنسميه الفور تشامبر فيو اللي انتوا عارفينه تمام. ان انا بجيب كومبليت اكزيال كات، ادي الاكزيال كات في البيبي اهو، ادي اللي ورا هنا ده السباين تمام، وعندي ادي الهارت، والهارت بجيب اللي هو الفور تشامبر فيو، بسميه فور تشامبر فيو ليه؟ لانه بيجيب لي كل التشامبرز بتاعت الهارت اللي هي الاثنين فنتريكل والاثنين اتريوم وما بينهم السبتم، وده اللي هو الاي في رينج اللي هي فيها الفالفز بتاعتنا. طيب لازم اجيب الكات الاكزيال ليه؟ لان ده اللي بعمل عليه اسسمنت. لو خدت خط كده قسم اللي هو الميد ساجيتال بلين بتاع البيبي ده بلاقي كذا حاجه. اولا بلاقي ان الانتر فنتريكولار سبتم بيعمل زاويه حوالي 45 درجه مع الميد ساجيتال لاين، ده نورمال. الحاجه الثانيه ان المفروض الويت بتاع الهارت ده بيبقى حوالي من 25 ل 30% من التوتال ويث بتاع الثوركس تمام، والاقي الهارت كده في النص ومحوطه الاثنين لانجز اللي هي ايه الرايت والليفت لانج. فيبقى ده اول كات بعمل فيه اسسمنت لشكل النورمال ثوركس بتاعي اللي هو الاكزيال كات اللي هو بجيب فيه الفور تشامبر فيو. من ضمن الحاجات برضو اللي بتعرفني ان انا جايب الكات ده كويس ان انا بلاقي ريب واحد اللي باين فيه، ما الاقيش اكتر من ريب، معنى ان انا اشوف اكتر من ريب معناه ان في انجوليشن في البروب بتاعي او الزاويه بتاعتي مش مظبوطه. الحاجه برضو النورمال ريب المفروض انه بيغطي لي برضو حوالي تلتين السيركمفرنس بتاع التوتال سيركمفرنس بتاع اللي هو الايه الثوركس. ده الكات ده الاكزيال. الكات ده يعتبر كرونال كات، كرونال كات اللي هو كاني باصص على العيان من قدام.
طيب الكرونال كات ده بيهمني فيه ايه؟ ان انا اشوف الخط اللي هو الهايبو ايكويك ده، او اللي هو مشاور عليه بالسهم ده، اللي هو الديافرام. طبعا عندي ده في النص، ده الهارت، وادي اللنج اللي هي اليمين واللنج الشمال، فلازم اشوف الديافرام انتاكت ولا لا، لان ده هيهمني برضو في الاسسمنت بتاع اذا كان في دايفراجماتيك هرنيشن، او في تشينج في اللنج فوليوم، او في مشكله في الشيست او ثراسيك كافيتي عندي. ده كات تاني برضو اكزيال تاني، بس ديمونستريشن تاني للنورمال اكزيال فيو بتاعنا اهو شايفينه، وده الفور تشامبر فيو، اعتقد ان حد يعني اكيد بتشوفوه في الروتين اسسمنت بتاعنا. ادي الاثنين فنتريكل وادي الاثنين اتريا، ودول اللي هم البلمونري فينز، وده اللي هو الاورطه، وزي ما انتم شايفين الاثنين لانج، وزي ما قلنا ان السايز بتاع الهارت بياخد من 25 ل 30% من التوتال ويدث بتاع الثوركس الهيميثوركس. هنا الكات ده الحقيقه ده كرونال كات وباراساجيتال، يعني انا هنا الكرونال المفروض اللي هو بقسم العيان يمين وشمال، وممكن اخده باراساجيتال. هنا زي ما انتم شايفين الدايفرام انا قادر اجيبه كله من اوله لاخره، وده شكل اللي هو اللنج والاورجنز اللي تحتها. من ضمن الحاجات اللي برضو لازم نعلق عليها اللي هو الايكوجينيستي بتاعت اللنج بتاعتنا شكلها ايه، ان هي بتبقى هايبر ايكويك، تمام، وبتبقى مور ايكوجينيك عن الليفر. يعني لما اجي اقارن اللنج بالليفر هما الاثنين بيبقوا ايكوجينيك، بس الايكوجينيستي بتاعت الايه اللنج مور ايكوجينيك عن الليفر. فدي امثله للنورمال لنج ابيرنس، ودي اعتقد لو حد معاكم في العملي يوريكم السكان بلينز دي وكده. برضو يعني لو عايزين تفاصيل زياده شويه، طبعا انا ممكن ما باخدش الاكزيال سكان بلين بتاعي بس اللي هو الفور تشامبر فيو، انا ممكن اعمل سكاننج للبيبي من فوق لتحت زي ما بنعمل في السي تي كده، فاجيب ديفرنت ليفلز. فعندي الليفل لو بصيت فوق في الابر، في الابر ثوركس، لو الجهاز عندي جهاز كويس من الاجهزه اللي هي الهاي ريزوليوشن المحترمه، هلاقي الكات ده اكزيال في الابر ثوركس او الابر ميدياستاينم. هلاقي عندي ادي اللنج يمين وشمال اللي هم الايكوجينيك ستراكشرز دول، ممكن نحاول نخلي دي ليزر بوينتر تبقى اوضح شويه، تمام. ادي اللنج يمين وشمال، وعندي في النص هايبو ايكويك كده ستراكشر شويه عنهم، ده اللي هو بيبقى النورمال ثايموس جلاند، تمام. ده لو حد حابب يعني ايه يعرف ديتيلز زياده في الشيست، برضو ممكن اشوف النورمال ثايموس جلاند زي ما انتم شايفين بتبقى سلايتلي هايبو ايكويك عن النورمال لانج. وهنا ده الليفل اللي هو جاست اباف الهارت اللي هو بيبقى فيه البايفركيشن بتاع البلمونري ارتري لرايت وليفت برانشز. كل دي نورمال كاتس، بس بنراجع شكل النورمال لانج ايه عشان لما نبتدي نشوف الابنورماليتيز يبقى عندنا ريفرنس للنورمال، لان ده اساس. ليه؟ قال فاهم زي ما انت شايف حضرتك هنا ايه باين انها هايبو، لان ادي اللانج اهي شايف اللانج لونها مبيض شويه عن الايه؟ الثايموس، تمام؟ طيب الكات اللي بعده. طيب انا برضو المره اللي فاتت لما كنت كلمتكم عن الـ عن الـ عن الالترا ساوند، قلنا ان برضو في دور للام ار اي، وحتى اتسالت سؤال طب امتى نعمل الام ار اي وليه وامتى، وقلت اياميها ان الام ار اي انا شفته او البراكتس بتاع الام ار اي بيتعمل في الحالات لو هناخد فيها ديسيجن قاطع سواء بترمينيشن او انترفينشن، فطبعا الديتيلز بتاعت الام ار اي بتبقى اعلى، ومش روتين طبعا يتعمل في اي حاله فيها سسبكتد انومالي، انما هو بتبقى سيلكتد كيسز لو هنعمل عايزين نحدد البروجنوزز بتاع الحاله ايه، او اذا كان هيتاخد فيها فعلا قرار حاسم بترمينيشن او تريتمنت، يعني او تريتمنت حتى البلاننج في من ضمن الحالات زي ما هوريها لكم بيتعمل بلاننج. يعني اللي شفته انا في امريكا، كنت شغال في مستشفى اطفال، وكان معاهم عاملين تيم مع مالتي ديسيبلينري تيم مع بتوع الاوبستريك وبتوع البيدياتريك والفيتال ميديسن، تمام، ان هو يعمل اللي هو الاكزيت بروسيجر اللي هو اللي يعمل اكس يوترو انترا بارتم تريتمنت، يعني يخلي البيبي يفتح البيبي سيزيريان، تفتح الام سيزيريان ويطلع البيبي وهو لسه على البلاسينتا سيركوليشن، يبتدي يعمل انترفنشنز على البيبي ده، وبعد كده يعمل اللي هو الايه يفصله عن البلاسينتا، يعني بيستخدم البلاسينتا كلايف سبورت ديفايس طبيعي لحد ما يعمل اللي هو المانجمنت بتاع البيبي، وبعد كده يطلعه على الحضانه او يعمل له اللي هو الفيرزر مانجمنت بتاعه. فالحالات دي كان لازم قبل ما يتعمل فيها اي ديسيجن يتعمل لها اللي هو الايه الفيتال ام ار اي. والحقيقه الفيتال ام ار اي بقى يعني ويل استابلشد وله اطالس كتيره دلوقتي، وبقى القرايه بتاعته اسهل بكتير.
طيب ناخد فكره كده. احنا عندنا بنعتمد في الام ار اي اساسا على سيكونس بنسميه تي 2 سيكونس. ببساطه شديده جدا الام ار اي دايما اللخبطه اللي بتيجي فيه بتيجي من ان في حاجات اصورها، اصور نفس الحاجه مره تطلع لي لونها ابيض ومره تطلع لي لونها اسمر، فهي بتعتمد على السيكونس اللي انا بستخدمه. فالسيكونس اللي احنا بنستخدمه اساسا حاجه اسمها تي 2 سيكونس. التي 2 سيكونس فكرته انه بيطلع لي الميه لونها برايت، الحاجه اللي فيها فلويد او ميه لونها برايت، والحاجه اللي فيها فات بيبقى لونها ايه؟ دارك. فلما نيجي نبص كده هلاقي الامنيوتيك فلويد هنا كله برايت، ده اللي محوط البيبي. هلاقي اللنج، عشان اللنج البيبي لسه ما فيهاش اير، البيبي قاعد بيتنفس الامنيوتيك فلويد بتاعه، فهتلاقي فيها كميه فلويد كبيره، فلاقيها هايبر انتنس يعني لونها ابيض زي دي كده. الهارت عشان فيه بلاد بيتحرك، البلاد اللي بيتحرك ده ما بنقراش منه سيجنال، فبيبان لونه اسمر غامق قوي كده. اجي ابص على السبكوتينيوس فات بتاع البيبي، شايفين بيبان خط دارك، لان هو التي 2 ويتد سيكونس ده بيخلي لي دايما الفات لونه ايه؟ دارك شويه. الطبيعي ان انا بشوف اللنج، اللنج بتبقى النورمال في تي 2 انها بتبقى هايبر انتنس يعني لونها ابيض كده، والاقي الفلويد اللي جوه التراكيا والبرونكاي برضه هايبر انتنس، بس الاقي الانتنسيتي بتاعته او يعني درجه البياض بتاعته اعلى من بتاعه اللنج. ليه؟ عشان ده فلويد بيور ماشي في الاير واي ده، وهنا الفلويد ده ميكسد مع اللي هو التيشوز او الالفولاي جوه الالفولاي بتاعه اللنج والتيشو بتاعها. فده النورمال ابيرنس بتاع اللنج في الام ار اي زي ما انتم شايفين. ده كرونال ايمج، وقادرين طبعا نشوف هنا كويس قوي الديافرام. طبعا في من ضمن الحاجات او بعض البيبرز اللي بتقروها بيتعمل ايفن سام تايمز لنج فوليومتري، يعني اللنج فوليومتري ده بيتعمل سواء بالالترا ساوند او بالام ار اي. الالترا ساوند طبعا الاجهزه العاليه اللي هي زي الفوليوسون والحاجات دي بقى فيها دلوقتي اوتوماتيد بارامترز، انك بتقيس له مثلا ممكن تاخد له 3 دايمنشن، او بتعمل انت بياخد هو فوليومتريك سكان كده على الشيست وتقعد انت تعلم له مكان اللنج وهو يعمل انتربوليشن. فيه دلوقتي حاجات بقت اي اي دلوقتي بالارتفيشال انتليجنس بتعرف هي تميز اللنج تيشيو وتحدده لك وتقول لك دي الفوليوم بتاعت اللنج رايت قد كده والليفت قد كده. فدي طبعا حاجات موجوده بالام ار اي برضو عملناها، وكان في بيبر حاجه كنت عاملها كنت بتراقب استاذ مساعد كانت معموله على اللنج فوليومتري الام ار اي فيرسس الالترا ساوند. طيب ايه؟ كانوا قريبين من بعض، طلعوا قريبين من بعض. از لونج از ان انت يعني مظبط سيكونس هنا ومظبط هنا، تمام؟ يعني اللي طلع الفاريشن ما بينهم بسيط خالص. هي كانت اتنشرت، كانت بيبر كانت منشوره في اليوروبيان سوسايتي اوف راديولوجي، كان المؤتمر بتاعهم في 2015 او 2013 حاجه زي كده. اسهل حاجه خالص نقدر نشخصها بالالتراساوند، ويمكن كلكم بتشوفوها وسهل جدا ان احنا نطلعها، ان احنا نشوف البيبي اذا كان عنده هيدروثوركس، تمام؟ لما نيجي نبص كده على الاكزيال كات بتاعنا اللي احنا قلنا عليه وده الفور تشامبر فيو، هاجي الاقي ان اللنجز هنا الاثنين كولابسد وحواليهم انيكويك فلويد في الناحيتين، عامل كومبريشن وعامل هنا بايلاترال سيمتريكال كومبريشن على البوث لنج، ومفيش عندي ميدياستاينال شيفت، ودي ممكن تكون بايلاترال هيدروثوركس. في بنشوفها كتير جدا في عينين اللي هم بتوع الهيدروبس فيتاليس، يعني بتلاقي عنده اللي هو الديفيوز ايديما واسايتس وبتاع، ودي اسهل حاجه في التشخيص انك تشوف البيبي عنده ايه؟ هيدروثوركس. طبعا الهيدروثوركس ممكن يبقى بايلاترال وسيمتريكال جميل كده زي ده، وممكن يبقى يونيلاترال، يعني ممكن نتيجه اي كونديشن عملت كومبريشن عملت اي حاجه. فزي ما احنا شايفين ادي الليفت سايد والرايت سايد، شايفين هنا في ماركت اماونت اوف هيدروثوركس وعامل كومبريشن اللي مشاور عليها الصغيره دي اللنج كومبريزد، وحصل هنا ميدياستاينال شيفت للهارت كله ناحيه اليمين، وادي اللنج اليمين اللي اتبقى منها الجزء اللي هو الايكوجينيك الصغير ده الكومبريشن. دي حاله تانية برضو هيدروثوركس هنا في ناحيه، هنا دي ايه بصه شمال كده، لو اعتبرنا ده عند السيتوس بتاعه نورمال يبقى عندي هنا ليفت هيدروثوركس برضو عامل كومبريشن على الايه على الليفت لانج، ودي اللي هي نورمال رايت لانج. فدي اسهل حاجه خالص ان احنا نشخصها ان احنا نشوف هيدروثوركس. نيجي بقى نتكلم على الكونجنتال لانج انوماليز. الكونجنتال لانج انوماليز يعني التقسيمات بتاعتها كتيره ولها فرايتي كبيره جدا. اللي يهمني ايه في الكونجنتال لانج انوماليز؟ ان طبعا البيبي ده لو عنده لانج انومالي سيجنيفيكانت واثرت عليه هيبقى البيبي ده عرضه انه لما يتولد هيتولد بريسبيراتوري ديستريس، او انه هيحتاج انترفنشن، او ممكن ايفن بتبقى في حالات الموربيديتي بتاعتها عاليه جدا، البيبي ده بتبقى اللانج بتاعته ضعيفه جدا انها ما تعملوش هو سبورت. التقسيمات كتيره والحاجات كتيره، بس يعني اللي متعارف عليه التقسيمه اللي هي بتقسمها لاربعه من كاتيجوري. حاجات لها علاقه بالبرونكاي
اللي هي اللانج بود اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول في الـ في الامبريولوجي، حاجات لها علاقه بالفاسكولاريتي بتاعت اللانج، حاجات كومبايند غالبا اللانج انوماليز بيبقى يعني فيها كومباينيشن ما بين اللانج والفاسكولار انوماليز، ودي هوضحها دلوقتي في الشرح، او حاجات بنسميها هايبريد ليجنز اللي هي خليطه، ان انا ممكن الاقي برونكو بالمونري ليجن مع فاسكولار ليجن، فهي دايما هو بيبقى ساعات في اوفرلاب، انما هي دي التقسيمه البرود. لما نيجي نفصص كل واحده كده عشان نتخيل كل ليجن هيبقى عامل ازاي، لو اتكلمنا على الكومن واللي انا هتكلم عليهم او هيتغطوا في المحاضره دي اساسا، الحاجات اللي بنقدر نشوفها في البرينيتال التراساوند، وممكن يبقى في فرصه برضو نشوف بعض البرزنتيشن بتاعها بوست نيتال، اللي هي البرونكو بالبونري او اللي بنسميها اللانج باد انوماليز، اللي هي حاجات لها علاقه بالديفلوبمنت بتاع اللانج اللي بيسموها اللانج اجينيسيس او هايبوبليزيا كومبلكس او بيسموها البالمونري اندر ديفلوبمنت، ده هتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله النهارده. الحاجات اللي هي كونجنتال بالمونري ايروي مالفورميشن، الكونجنتال لوبر اوفر انفليشن اللي هي سي ال او دي، كونجنتال لوبر اوفر انفليشن، البرونكال انتريزيا والبرونكوجينيك سيست، ادي اول كاتيجوري. هنا بس ده كان اللي هو البالمونري اندر ديفلوبمنت والكونجنتال لوبر انفيزيما، او اللي كان زمان اسمها كونجنتال لوبر انفيزيما اللي هي اسمها دلوقتي كونجنتال لوبر اوفر انفليشن، هوضح الكلام ده كله بالتفصيل دلوقتي. الحاجات الفاسكولار يمكن انا مش هتعرض لها قوي، بس احنا بس هنراجع الانتيتيز بسرعه، اللي هي ممكن طبعا ابسنس للابسنس الارتري المين بالمونري ارتري، وغالبا الابسنس بتاع المين بالمونري ارتري يعني ده بيبقى اكستريم انومالي وبيبقى معاها كاردياك اسوشيشنز وكومبلكس انوماليز ثانيه، برضه احنا مش هنتكلم على الكاردياك انوماليز في المحاضره دي. انما مثلا لو في مثلا الرايت بالمونري او ليفت بالمونري، ممكن برانش من دول يبقى غايب غالبا مع اللانج اجينيسيز، يعني لو اللانج ما اتكونتش ما بيكونش معاها الايه لا الفاسكولاريتي ولا البرونكاي بتاعتها، فدي من الحاجات اللي بنشوفها. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون في اللي هو الانومالس اوريجين او الانومالس باث واي بتاع البالمونري ارتريز اللي هي بنسميها البالمونري سلينج، يعني المفروض ان الرايت والليفت بالمونري ارتري يعدوا من قدام التراكيه، يجي الليفت بالمونري يعدي من ورا التراكيه، دي بنسميها البالمونري سلينج، ودي بنشوف الحالات دي بوست نيتال غالبا البيبيز دول بيبقوا جايين بكومبريشن سيمتومز على الاسوفجس، يعني تلاقي البيبي ده جاي قاعد يشرق كل شويه بيشرق وبيعمل ريجرجيتيشن تمام، ونيجي نعمل له باريم سوالو نلاقي فيه امبريشن كده من قدام على الاسوفجس، وبعدين نعمل له اللي هو المالتي سلايس سي تي بتاع الانجيوجرافي ده نلاقي الايه البالمونري سلينج، دي كان معانا حالات شفتها هنا في الجامعه كتير. يعني في حالات لها علاقه برضو بالانومالس بالمونري فينس درينج، وده حقيقه دي اكتر مع الجماعه بتوع الكارديولوجي، يعني دي تتشرح اكتر مع الجماعه بتوع اللي هم الايه اللي بيتكلموا على الكارديك انوماليز اللي هي زي الدكتوره لميس زميلتنا، يعني اللي هي ان الطبيعي ان البالمونري فينز بدرين في الليفت اتريوم، انما الانومالس بالمونري فينس درينج ممكن تلاقي البالمونري فينز دي بدرين في سيستميك فين، بدرين مثلا في الرايت اتريوم او في السيستميك اتريوم اللي هو الرايت اتريوم، ففي اللي هي السوبرا كاردياك والانفرا كاردياك والكاردياك انومالس بالمونري فينس درينج، وفي طبعا اللي هو الكومبليت وفي اللي هو البارشال، وفي الحاجات اللي هي ممكن يحصل ابنورمال كونكشنز جوه اللنج نفسها ما بين البالمونري ارتري وفينز اللي هي البالمونري اي في امز، ودي ساعات بنشخصها كانسيدنتال فايندنجز في الادلتس حتى اللي هي البالمونري اي في امز، فدي يعني مش هنركز عليها قوي في المحاضره، بس احنا بنفكر نفسنا ايه الانوماليز اللي ممكن بتحصل في اللنج بوجه عام. في طبعا اللي هي كومبايند لنج اند فاسكولار انوماليز، وهما دايما عاده بيبقى في اسوشيشن كتير ما بينهم، في حاجه زي السيميتار سندروم، السيميتار سندروم ده واحد من اللي هي البارشال انوماليز بالمونري فينس درينج، او حاجه اسمها البرونكو بالمونري سيكوستريشن ودي هتكلم عليها، دي بنشوفها كويس برضو في البرينيتال التراساوند، وزي ما قلت الهايبريد ليجنز ان انا يكون عندي حاجه من الحاجات اللي هي البرونكو بالمونري انوماليز مع فاسكولار ليجن، وهنشوف لها مثال برضو ان شاء الله في المحاضره النهارده. طيب نيجي نتكلم على اول حاجه اللي هي البالمونري اندر ديفلوبمنت، ان اللنج دي يا ما اتكونتش يا اتكونت صغيره تمام، واتعمل لها التقسيمه اللي هي الثلاثه مين كاتيجوريز اجينيسيز، يعني ما فيش لا لانج ولا المين برونكاس بتاعتها الاثنين مش موجودين، او الابليزيا الاقي بلايند اند كده مين برونكاس وما فيش الايه اللانج بتاعتها مش موجوده، او الهايبوبليزيا ان تبقى اللانج موجوده والبرونكاس بتاعتها موجوده بس كل حاجتها ايه صغيره. في حالات الابليزيا والاجينيسيز دي ممكن ما الاقيش المين بالمونري ارتري بتاعها ولا الفيسلز بتاعتها ولا الكلام ده خالص، الهايبوبليزيا ممكن زي ما قلت لكم الاقي اللنج صغيره والبرونكاس والارتريز بتوعها والفيسلز بتوعها صغيرين. لو هنتكلم على البرايمري تايب، البرايمري تايب الحقيقه ده بيقولوا ان هو احد اسبابه اللي هو انها تبقى اجينيتك او ابليزيا، ان ده بتبقى فاسكولار انسلت للديفلوبنج لنج في ايرلي، فاللنج ما بيوصلهاش الفاسكولار سبلاي بتاعها ما تتكونش.
بالنسبه للي هيهمنا اكتر، وده يعني بيتشخص غالبا انسيدنتال برضه بوست نيتال. يعني انا فاكر ان كان معايا حاله بالمونري اجينيسيز شخصناها في بنت عمرها 19 سنه اول برزنتيشن. بنت كانت جايه تعمل سي تي شيست فور كومبليتلي ديفرنت ريكويست يعني. فوجئنا ان ما عندهاش لونج خالص ولا برونكاس ولا بتاع، وعايشه حياتها والدنيا ماشيه بيس يعني، مفيش مشاكل. اللي هيهمنا يمكن في المحاضره اللي هي السكندري بالمونري اندر ديفلوبمنت اللي هو الهايبوبليزيا، لان دي لها اسباب كتيره جدا. ممكن تبقى اسباب في اللنج نفسها، يعني ممكن تكون الفاسكولار انسلت اللي حصلت برايمري في اللنج نفسها، ممكن تكون فاسكولار انسلت نص نص كده فاللنج تبقى صغيره، او غالبا بتبقى سكندري نتيجه للكمبريشن لللنج من حاجه خارجيه. الكمبريشن بتاع اللنج ايه؟ ان طبيعي ربنا خالق اي حاجه عشان تديفلوب لازم تبقى لها المساحه بتاعتها اللي بتتحرك فيها، سواء ماسل البرين اي حاجه، تمام؟ كذلك اللنج، اللنج لو ما خدتش المساحه بتاعتها في الثوركس اللي هي الديفلوب فيها هيبقى فيها اندر ديفلوبمنت. فاللي بيهمنا اكتر اللي احنا بنقدر نشخصه في البرينيتال الترا ساوند اللي هو الايه؟ السكندري اندر ديفلوبمنت، اللي هو ان اللنج دي حاجه جت زحمتها في مكانها، ضغطت عليها ما خلتهاش ايه؟ تكسباند وتديفلوب وتكبر بالحجم الطبيعي بتاعها. اللي هي زي احنا اشهر اسباب عندنا انها ممكن تكون حاجه دخلت زحمتها في مكانها زي كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا، تمام؟ يعني في ابنورمال فيسرا طلعت في الهيموثوركس زحمه اللنج كبست عليها ما خلتهاش تكبر، او ان يكون عندي سكليتال ديسبليزيا مثلا ان ابنورمال ريبس والريب كيج يبقى الريب كيج كله صغير فما فيش مساحه لللنج تكسباند فيها وتديفلوب. دول اللي احنا هنركز عليهم النهارده اكتر لما نيجي نتكلم. ده بس ده كده البوست نيتال، البوست نيتال ابيرنس ده مثال اكس راي اهو. الاكس راي زي ما انتم شايفين عندي لنج واحده هنا اليمين كويسه خالص وهايبر انفليتد ومعديه الناحيه الثانيه، وعندي كومبليت ميدياستاينال شيفت للليفت سايد. لما امشي كده مع الاير واي ادي التراكيه ورايت مين برونكاس ومش قادر اشوف اذا كان في ايه الاير كولوم اللي في الليفت مين برونكاس، دي حاله ثانيه اتعمل لها سي تي، وده حاجه اسمها كورونال ريفورمات للسي تي. زي ما احنا شايفين ادي التراكيه وادي الرايت مين برونكاس، وفي برونكاس صغننه كده اوبليتريتد اللي هي دي المفروض اللي هي الايه اللي هي الاجينيتك او الهايبوبلاستيك ليفت ايه مين برونكاس، ومفيش ليفت لانج، فدي اللي هي تخش في الكاتيجوري الثانيه اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي اسمها الايه الابليزي، تمام؟ فده المثال بتاعها البوست نيتال او التشخيص بتاعها في بيبيز اتولدوا خلاص. نيجي نتكلم بقى على الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا كاحد اسباب البالمونري اندر ديفلوبمنت. ببساطه شديده جدا زي ما قلت لكم انا قعدت اتكلم في الاول على شكل النورمال شيست في الاكزيال كات. لما نيجي نبص ده اكزيال كات في الشيست وادي الفور تشامبر فيو بتاعي، صح ولا لا؟ ايه بقى اللي عندي هنا ابنورمال؟ واضح عندي ان الهارت متشفت للناحيه الثانيه، تمام؟ وعندي هنا حاجه جواها هنا فلويد، تمام؟ طيب عندي حاجه فيها فلويد. في اخر المحاضره كده هنعمل تجميعه، هنعمل تجميعه لايه ايه الحاجات اللي هنلاقي حاجات فيها حاجات كتير بتشكل بعضها، تمام؟ فلقينا في حاجه هنا فيها فلويد، تمام؟ المفروض ان انا الحقيقه ما عنديش غير الصوره دي بس هوريك الصور تاني. دي حاله تانيه اهي نفس الكلام، ادي الفور تشامبر فيو بتاعنا هنا اهو، يمكن الصوره دي اوضح، الحاله دي اوضح واجمل. ادي الهارت بتاعنا شايفينه، الهارت رايح ناحيه الـ اليمين، وادي لانج كومبريست، وعندي هنا فلويد فيلد ستراكشر. لما عملنا الكرونال بتاعنا اكتشفنا ان مفيش ستومك اير بابل في الابدومن، طلعت فين؟ في الشيست. يبقى انا كده اشك ان العيان ده يكون عنده كونجنتال ديفراجماتيك هيرنيا. طبعا الكونجنتال ديفراجماتيك هيرنيا لها انواع ولها سايتس كومن، هي اكتر في الناحيه الشمال عن اليمين، وطبعا عارفين ليه اكتر على الناحيه الشمال عشان الناحيه اليمين مفروض بروتكتد بالليفر، تمام؟ مع ذلك ممكن تحصل على اليمين وساعتها الليفر يخش، ودي دايما البروجنوز بتاعها طالما الليفر دخل في الشيست ده بروجنوز مش حلو، يعني دايما البروجنوز بتاعنا ما بيبقاش كويس. في طبعا انواع ثانيه ان انا ممكن لو انا مركز قوي وبدور اشوف هي طالعه عندي ممكن تبقى سلايدنج هيرنيا، يعني كان لسه معايا بيبي امبارح كانت سلايدنج هيرنيا كنا بنعمل له بس ده كان بوست نيتال، ممكن تبقى انتيريور اللي هي المرججني او بوستيريور اللي هي الايه المختلك. طبعا الكونتنت ممكن اي كونتنت تطلع في الهيرنيا، طبعا باول بتطلع، سبلين يطلع، كدني تطلع، ليفر يطلع، اي حاجه بتطلع. دي حاله جميله جدا من الحالات اللي هي الام ار اي، ويمكن كنت شفتوها في المحاضره اللي قبل كده. ده باراساجيتال كاتس على البيبي، هنا دي الناحيه اليمين لان ده الليفر اهو، شايفين الدايفرام انتاكت خالص، تمام؟ وادي الكدني اهي اليمين، وعندي الهارت واللنج اهي، تمام؟ وهنا الدنيا كويسه جدا مفيش حاجه. لما اجي رحت على الناحيه الشمال لقيت عندي الكدني هنا في مكانها صحيح، تمام؟
الليفر هنا في مكانه، وعندي المفروض الديافرام هنا، انا مش شايف الديافرام، ولقيت ايه في سمول ولارج باول والجاستريك اير بابل طلعت لي في الليفت هيموثوركس، واكدت لي الفايندنج بتاعت اللي هي الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا. دي امثله تانية برضو لكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا في الفيتال ام ار. هنا دي زي ما انتم شايفين كرونال فيو الاثنين عيانين، ده تي 2 ايمج، ادي الليفر اهو، وادي الجاستريك اير بابل طلعت فوق في التشست، ادي الجاستريك اير بابل هنا. وهنا الكات ده كان مهم جدا، لان سام تايمز لما نيجي نشوف الحاله اللي على اليمين دي، هنا انا عملت سيكونس يبين لي الليفر احسن، يبين لي الليفر برايت. هنا اللي حصل ايه، ادي الليفر الرايت لوب بتاعه في مكانه، انما الليفت لوب هو اللي طلع. ده برضو باد بروجنوستيك، ايه باد بروجنوستيك ساين. هنا باينه برضو في الكرونال تي 2 ده، ادي الليفر وادي الجاستريك اير بابل طلعت لفوق، ويمكن الجزء من الانتستين كمان طلع، والليفت لوب كمان ايه طلع في الايه في الليفت هيموثوركس. فدي اللي هي الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا، لان هو برضو كانوا مأكدين عليها النهارده ان انا اتكلم عليها كتير شويه، تمام؟ فجايب لها امثله الحمد لله كتير. اللي عايز اقوله برضو، التكه في الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا احنا متعودين انها دايما تطلع شمال، انما قال لك لو طلعت يمين ساعتها اللي بتبقى دايلما شويه، لان الايكوجينيستي بتاعه الليفر زي ما احنا قلنا قريبه من بتاعه اللنج، فسام تايمز لو انا مش مركز قوي ممكن تمس مني. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ هنا زي ما احنا شايفين ده الاكزيال كات بتاعنا، ادي الهارت وفي عندي شويه هيدروثوركس، والليفر طلع عندي هنا في الرايت هيموثوركس. طيب هنا اللي حصل انه لما عملنا دوبلر، احنا عارفين ان عندنا ثلاثه هيباتيك فينز، عندنا الرايت والميدل والليفت هيباتيك فين. لما عملنا دوبلر على البيبي كده لقينا الرايت هيباتيك فين طالع فوق الايه؟ فوق الدايفرام. طيب اذا في حته من الليفر طلعت فوق الدايفرام، والعيان ده كان عنده رايت سايد كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا. ودي هنا برضو الحاله دي لما عملوا لها ام ار اي، شايفين اللي هو الدوم بتاع الليفر هنا طلع فيه الرايت هيميثوركس، وزي ما انتم شايفين ادي اللي هو الهيدروثوركس اللي كان موجود، اللي هو البرايت فلويد قوي اللي موجود في الناحيه اليمين. ودي الليفت لانج شكلها هنا ايه كويس، ما فيهاش مشكله خالص. فدي امثله كلها لحالات اللي هي الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا. طيب ده المثال بتاعها، ده البوست نيتال ابيرنس بتاعها، ده اكس راي. ايه اللي بيحصل؟ اكس راي بلاقي البيبي عنده سكافويد ابدومين، بطنه مصفوطه، تمام، والاقي ان الجاستريك اير بابل، وممكن الاقي اللي هي الباول جازز بتاعتي طلعت فوق في في الثوركس، تمام. هنا عندي ادي الجاستريك اير بابل زي ما انتم شايفين في ميدياستاينال شيفت، وفي عندي سمول باول لوبس. واللي احب اتاكد ممكن اشرب العيان ده شويه كونتراست واتاكد ان دي الباول لوبس، او ان احنا ممكن نعمل له مالتي سلايس سي تي زي ما انتم شايفين كده. واضح ان ده الكات ده في الثوركس لان في ريبز، صح ولا لا؟ وده الهارت او جريت فيسلز، تمام. وهنا عندي طالع هنا عندي ايه كدني، مش طبيعي ان انا الاقي كدني فوق في الثوركس، تمام. وهنا عندي دي الباول لوبس طالعه لي في الليفت هيمي ثوركس، وده حاجه بنسميها كرونال ريكونستراكشن زي ما انتم شايفين، ده فراجماتيك هيرنيا على الليفت سايد، ووصلت ان الكدني نفسها طلعت فوق في الكونتنتس بتاعت الهيمي ثوركس. وسبحان الله العيان ده بالرغم ان الكدني طلعت انما السبلين تنه في مكانه، عن ايه رزقه كده. طيب احنا يبقى احنا اتكلمنا كل ده في الكاتيجوري بتاع البالمونري اندر ديفلوبمنت اللي هو السكندري تايب، اللي احنا بنقدر نشوف اسبابه في البرينيتال التراساوند. الحاجه الثانيه زي ما احنا قلنا ان اللنج او ما تلاقيش مكان تديفلوب فيه. طيب ممكن يحصل الحاجات دي تحصل بكذا سبب. احد الاسباب ان العيان ده يكون فيه سيفير اوليجو هيدرامنس، فعيان عنده رينال اجينيسيس، يعني العيان ده كان عنده رينال اجينيسيس. فاحنا عارفين رينال اجينيسيس يعني معناها ان مفيش امنيوتيك فلويد تقريبا خالص، بيبقى الدنيا ناشفه خالص حوالين البيبي. فيبتدي ان الديفلوبمنت بتاع الشيست وول نفسه مفيش كومبريشن، مفيش مكان الشيست وول يديفلوب فيه، تمام. فزي ما انتم شايفين اللي حاصل هنا ان الهارت اهو، انا احنا قلنا الهارت المفروض بياخد من 25 لايه؟ ل 30% من الويدث بتاع الثوركس. طيب انا شايف الثوركس هنا وشايف فيه شويه بريكاردال افيوجن ومش شايف لانجز خالص، اللانج يمكن واحده كومبريست هنا وواحده كومبريست هنا اهي، تمام، الرايت والليفت اهو. وزي ما انتم شايفين ده الشكل بتاعه بوست نيتال، الشكل الثوركس بتاعه بيسموه بيل شيبت، ده عامل زي الجرس، لان العيان ده كان في كومبريشن على الشيست بتاعه ما خلاش اللانج دي ايه تديفلوب براحتها. فلو عيان عنده رينا اجينيسيس او اي سبب يعمل له سيفير اوليجو هيدرامنس فور لونج تايم، يبقى في عندي كومبريشن على الفيتال بودي، يبقى اللنج دي مش هت ايه مش هتديفلوب، اظن يعني المفروض ان السيستمز ماشيه ايه كويس.
حاجة تانية برضو مشهورة جدا السكليتال ديسبليزيا. أشهر حاجتين بيعملوا الموضوع ده، في حاجة اسمها الثناتوفوريك ديسبليزيا، يمكن انتوا مش عارف عدت عليكم، لها منظر مميز جدا في البرينيتال الترا ساوند، في يعني مش عارف كان حد شرح لكم ديسبليزيا في التشخيص ديسبليزيات بتاعت البون والحاجات دي. هي لها منظر مميز جدا، انك بتلاقي الفيمر بتاعت البيبي شكل سماعة التليفون القديم، عارفين سماعة التليفون زمان بتاع العمدة ده، بيسموها حتى اللي هو التليفون ريسيفر شيب، تلاقي الفيمر ارشد كده وشكل سماعة التليفون، منظر مميز جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي هي بتعملها. وتلاقي السكال بتاعت البيبي بيسموها كلوفر ليفز سكال، تلاقي عامله زي ورقه البرسيم. هي واحده من الفيتال من الليثال ديسبليزياس، ثاناتوفوريك ديسبليزيا. وفي برضو الحاجه الثانيه اسمها جينز سندروم. جينز سندروم ده هو حتى اسمها اسفيكسييتنج ثوراسيك ديسبليزيا، يعني هي الاسم بتاعها جين سندروم ده على اسم واحد تقريبا اللي مكتشفها، والاسم اللي بيشرحها اسمها اسفيكسييتنج ثوراسيك ديسبليزيا. يبقى اللي زي ما انتم شايفين دي جين سندروم، شايفين الشيست وول بتبقى الريبز قصيره والشيست وول نارو، فما فيش مكان اللنج ديفولب فيه، دي واحده من السكليتال ديسبليزياز. هنا بقينا هنا ازاي في البرينيتال الترا ساوند، زي ما انتم شايفين الشيست سيركمفرنس قليل جدا، الريبز نفسها قصيره، يعني احنا قلنا الريبز المفروض تاخد تلتين الهيميثوراكس كده، تمام؟ هنا واخده 50% بس لانها صغيره وديسمورفيك، وشايفين اللنجز صغيرين خالص، والهارت هو اللي مسيطر على الايه؟ على الصوره. طبعا في اسوشيتد انوماليز ثانيه، طبعا شكل البونز الثانيه وشكل الاسوشيتد انوماليز اللي معاها او السكليتال انوماليز اللي معاها ممكن اشخص ايه؟ تساعدني في تشخيص الديسبليزيات. فيبقى احنا كده اتكلمنا على اول انتيتي اللي هي بتاعت البالمونري اندر ديفلوبمنت، قلنا ان لها برايمري وسكندري كوزز. البرايمري كوزز ممكن نشوفها او ما نشوفهاش في برينيتال، اللي غالبا بنشوفه اللي هو الايه؟ السكندري كوزز، او بنتوقعها بالاسوشيتد باثولوجي اللي معاها، سواء اللي هي كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا او كومبريشن على الشيست وول نتيجه اوليجا هيدرامينس او نتيجه سكريتال ديسبليزيا. اللي عايز اقوله برضو ممكن تبقى انومالي ثانيه برضو انترا ثراسيك، لو البيبي عنده كونجنتال ماس، يعني في بيبيز عندهم كونجنتال ماسز، يعني في حاله هنشوفها في اخر البرزنتيشن، بيبي عنده كونجنتال مثلا تيراتوما او رابيدو ماساركوما او حاجه، في حاجات كونجنتال انترا ثراسيك ماسز، اي حاجه هتشغل حيز من الفراغ جوه الثوراكس في الفيتس هتعمل لي ايه؟ بالمونري كومبريشن، تعمل لي بالمونري اندر ديفلوبمنت. يبقى كده دي اول انتيتي. في اي مشكله في اللي فات؟ الدنيا ماشيه ولا؟ طيب هنتكلم بعد كده على حاجه برضو كومن جدا 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 من اللي هي البرونكو بالمونري انوماليز دي، اللي هي الكونجنتال بالمونري اير واي مال فورميشن. الحقيقه انا طول عمري كنت عارف ان هم ثلاثه تايب، اللي هم تايب 1 و2 و3. الحقيقه اكتشفت ان في كلاسيفيكيشن بقاله فتره، بس يظهر انا عشان يعني بقالي فتره ما براجعش، اكتشفت ان هم خمسه تايب. وبعدين بعد ما عرفت انهم خمسه تايب اكتشفت ان انت لما بتشوفهم في الايمجنج هم ثلاثه اللي بتميزهم في الايمجنج. فيعني اللي غاوي يحفظ تقسيمات هم خمسه تايبس، وفي الاخر اللي احنا بنشوفهم في الايمجنج هم ايه؟ الثلاثه بتوعنا القدام اللي هي تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. طيب الكونجنتال بالمونري اير واي مالفورميشن، ودي كان الاسم القديم بتاعها كان اسمها سي كام، اللي هي كانت كونجنتال سيستيك ادونوماتويد مالفورميشن، تمام؟ وده الاسم ده بطل خلاص، هي بقت اسمها كونجنتال بالمونري اير واي مالفورميشن. ايه اللي بيحصل فيها؟ ان بتبقى في جزء من اللنج اثناء الديفلوبمنت بتاعها بتبقى اماتيور. احنا قعدنا نتكلم ان اللنج البرونكاي بتديفلوب بتقعد تنقسم وتتشعب وتريكانالايز وبتاع، وبعدين الفولاي بتديفلوب. هي بتبقى في مشكله في الديفيجن بتاع الديفيجن بتاع البرونكاي دي، ومشكله ثانيه في الديفلوبمنت بتاع الالفولاي، وما يبقوش كونكتد مع بعض، فبينتهي الامر ان بيبقى عندك سيستات في اللنج. والسيستات دول حاجه من الاثنين، يا تبقى سيست كبيره ومعاها سيستات صغيره، والسيست الكبيره دي بتبقى حوالي مثلا من 2 ل 10 سم ومعاها سيستات صغيرين، او بتبقى السيستات كلها صغيره من نص ل 2 سم وقد بعض، او بيسموا النوع الثالث بتاعها المايكروسيستك، بتبقى سيستات صغيره جدا لدرجه ان انت ما تشوفهاش كسيست، شوفها كايه؟ كسوليد ليجن، تمام؟ ده التشخيص بتاعها او اللي يهمنا في الابيرنس بتاعها. ادي الثلاث امثله جنب بعض. ادي تايب 1 كونجنتال بالمونري ادرماتويد مالفورميشن، هنا عملنا هنا ده يمكن لونجيتيودنال سكان او باراساجيتال سكان على اللنج اللي كانت افكتد، هي طبعا بتافكت لنج واحده غالبا. ادي اللنج زي ما احنا شايفين فيها سيست كبيره ومعاها مالتيبل ايه؟ سمولر سيست، تمام؟ هنا تايب 2 هنا اللنج اهي نورمال تيشيو، وبعدين الاقي سيستات قد بعضها، دي اللي هي السي بام تايب 2، او ان انا الاقي اللنج كلها بقت عباره عن حاجه
زي سوليد كده وايكوجينيك بزياده، لا الايكوجينيكس بتاعتها زادت قوي وبقت ايه سوليد لايك ايه ماس. تمام، ده اللي هم الثلاث انواع بتوع كونجنتال شبه بالمونري. الليفر كده، ايه شبه الليفر كده. كده بقى شبه الليفر، بس لعبه الايكوجينيكس بتاعتها برضو بتبقى اعلى. هتلاقي حاجات كتيره جدا من الماسز اللي بتصيب او الحاجات اللي هي الانوماليز بتاعت اللنج غالبا بتخليها ايكوجينيك قوي كده وتعمل ماس لايك ليجن. تمام، عشان كده هنحط ديفرنشال، يعني هنحط ديفرنشال، يعني احنا برضو ايه مش مغسلين وضامنين جالنا زي ما بيقولوا يعني. طيب ادي المنظر بتاعها في الام ار اي برضو تايب 1 و2 و3، هي البيبيز دول. ادي البيبي اللي كان عنده في الرايت لانج هنا زي ما انتم شايفين، سيست كبيره ومعاها سيستات صغيره. زي ما انتم شايفين البيبي كمان كان عنده ايه اسايتس. تمام، زي ما انتم شايفين هنا الدايفرام انتكت، بس الدايفرام هنا بقى انفرتد بسبب الماس لايك افكت بتاع الايه السي بام. طبعا دي ممكن تؤدي لي الهايبوبليزيا في ايه لانج الشمال، ما بقت اللنج دي بقت فيها فلويد ومحجوز فيها سيستات وكبرت، ممكن تعمل لي كومبريشن على اللنج الايه الشمال وتعمل لي هايبوبليزي اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. ادي برضو البيبي ده برضو عنده هيدروبس زي ما انتم شايفين، واضح الاديمه، شايفين السبكوتينس اديمه شايفينها اللي حوالين التيشيو كلها بتاع البودي اهي، والبيبي ده كان عنده هيدروبس برضو شايفينه، ده اديمه في السبكوتينس تيشيو الابيض ده. عندي هنا اللنج هي اللي افكتد وفيها مالتيبل سيست تقريبا كلهم قد بعض، حجمهم بيبقى حوالي من نص ل 2 سنتي، والبيبي عنده طبعا ايه فيتال اسايتس في الام ار، ودي التايب 3 زي ما انتم شايفين بتبان كانها سوليتري انلارجمنت او ماس لايك ليجن كده هوموجينس واخد الايه اللنج كلها. فده اللي هو الكونجنتال بالمونري الوريمال فورميشن. نشوف امثله ثانيه. طيب ده مثال ثاني من البيبر اللي انا الحقيقه محضر لكم منها، بس زي ما انتم شايفين لو هنا بصينا ادي الاكزيال فور تشامبر فيو بتاعي وادي اللنج يمين وشمال ولقينا سيستك ستراكشر، طيب مش ممكن نقول عليها استومك؟ طيب ايه اللي يخليني اقول انها مش استومك؟ هو راح جاي عامل ايه كورونا. ادي الدايفرام انتاكت شايفينه، الدايفرام انتاكت اهو، وادي الجاستريك اير بابل، هي مش اير بابل بقى، هي جاستريك فلويد بابل لان مفيش اير، البيبي مفيش اير جوه. تمام، فدي الجاستريك بابل بتاعتي ايه تحت، وعندي اتنين سيست، طلعوا اتنين سيست جنب بعض هنا. تمام، فانا سسبكتد ان يكون عنده ايه اللي هو سي بام اللي هو الكونجنتال بالمونري ايروي مالفورميشن. تمام، نشوف حاله كمان، دي حاله تانية يمكن واضحه قوي دي، شايفين هنا اللنج كبرت ازاي، اللنج بقت هنا في الاكزيال فيو بتاعه اهو، بقت اللنج كبرت قوي لدرجه ان عملت ميديستانال شيفت والهارت بقى كله جاي الناحيه الايه الثانيه. تمام، وادي الباراسيجيتال فيو بتاعي ادي السباين اهو. تمام، وشايفين اللنج انلارجد، وشايفين هو مشاور هنا متاكد قوي على الايه الدايفرام انتاكت، فدي اللي هي كونجنتال بالمونري ايروي مالفورميشن. ده المنظر بتاعها بوست نيتال زي ما انتم شايفين، بتبقى عندي بريدوميننت سيست، دي تايب 1 بريدوميننت سيست ومعاها سيستات تانية ايه صغيره، وده السي تي الحقيقه هو اللي بيخلص لنا في الموضوع، بيوضح لنا شكل السيستات في البوست نيتال سكان بتاع البيبيز دول. طيب الفكره ان طبعا التايب 3 احنا قلنا التايب 3 بتبقى مايكرو سيست، وممكن طبعا مش لازم تبقى واخده لانج بحالها، ممكن تبقى واخده جزء من اللانج، فتبان لي كايه كسوليد لايك ماس ليجن زي الحاله دي كده، الحاله دي كان فيها سي بام بس واخد حته صغيره، مش لازم ياخد اللوب كله، يعني هي غالبا السي بام ممكن تاخد جزء من اللنج يعني لوبلر انفولفمنت، او تاخد ممكن تاخد اللنج كلها او تاخد حته كده. هي بتبقى بان هنا انها بتخش معايا في الديفرنشال دايجنوز بتاع الماس ليجنز في الايه في اللنج، وبرده تاني ماكد هو تاني على ايه دايفرام انتاكت، بس هنا بقت ماس لايك ليجن لدرجه انها عامله كمان ميديستاينال ايه شيفت للهارت. وزي ما انتم شايفين في السي تي ما بتبانش كماس، ببان كاريا اوف كونسوليديشن كده او حته ايه فيها باتش كده اوف انكريز دنسيتي. تمام، طبعا العينين دول بوست نيتال حسب الانفولفمنت بتاع اللنج بتاعه بيبقى شكله ايه، يا بيجي بريسبيراتوري ستريس في فتره النيو بورن، يا اما لو عدى من فتره النيونيت من غير ريسبيراتوري ستريس البيبيز دول بييجوا دايما بريكرنت تشيست انفكشن، لانها حته لنج اب نورمال ومجمعه فلويد ومش متصله مع الاير واي وكلها مشاكل، فبتعمل دايما ريبيتد تشيست انفكشن. وبيفضل ان طبعا البوست نيتال مانجمنت بتاعها انها بتعملها ريسكشن عشان الريسك بتاع الريبيتد انفكشن، وفي ناس بيقولوا كمان ساعات بتحصل كمان فيها ايه مالجنت ترانسفورميشن في بعض الحالات. طيب نيجي بعد كده لحاجه برضو من اللي هي البرونكو بالمونري انوماليز، حاجه اسمها الكونجنتال لوبر اوفر انفليشن، اللي هي كانوا زمان بيسموها الكونجنتال لوبر انفيزيما، والاسم ده قال لك اسم غلط مش اسم صح. طيب الكونجنتال لوبر اوفر انفليشن بتيجي من ايه؟ بتيجي من واحده من البرونكاي. تمام، هي كومن قوي، اشهر اماكن لها تيجي في الليفت ابر لوب يليها الرايت ميدل ايه الرايت ميدل لوب. تمام، ايه اللي بيحصل ان برونكاس بيبقى فيها ابنورماليتي في الوول بتاعها،
يا بتبقى ويك، يا يبقى عليها فاسكولار رينج، يبقى الكارتلج بتاعها فيه مشكله، انها تضيق شويه تعمل لي حاجه زي بيسموها فالف ايه لايك ميكانيزم، تدخل الهواء وما ايه ما تطلعوش. فنفس الكلام البيبي ساعه الانترا تراين ديفلوبمنت تلاقي عنده اللوب اللي افكتد، يخش فيه الفلويد وبتاعه ويتحجز جوه ويكبر ويبقى ايكوجينيك، نفس منظر ايه؟ نفس منظر السي بام تايب 3، صح ولا لا؟ وهنشوف ليجنز تانية نفس الشكل، بس هقول لكم ازاي نفرق كل واحده من التانية. تمام؟ طبعا بقيه اللنج بتاعت البيبي بتبقى نورمال، يعني سواء هي لو ليفت ابر لوب بتافكت الليفت ابر لوب، وبقيه اللنج ليفت لوب كويسه والرايت لنج كويسه. طب مشكلتها في ايه؟ ان لما بيحصل انها تبقى ماس لايك كده برضو تعمل لي ايه؟ كومبريشن. ليه تدينا منظر سي شويه؟ نعم. وداخل فيها فلويد تراب فيه، مش دي منظر سيست اللي هو ايه؟ الفلويد اللي داخل جوه. ما هي احنا قلنا اصلا سي بام تايب 3 مايكرو سيست، فانت ما بتشوفهاش كسيست اصلا، هي بتبقى مايكرو سيست، الريزولوشن بتاعها الجهاز ما بيجيبوش، ولا عينك بيجيبه ولا الايمجنج بيجيبه. هي مايكرو سيست دي على صوره الباثولوجي. انا حاطط صور باثولوجي، البيبر دي على سيبها لكم، بيبر جميله جدا على فكره، فيها صور باثولوجي بتاعت حالات كمان، قصدي هي مايكروسيستك على باثولوجيكال فايندنج، فبنسميها مايكروسيستك على لانها باثولوجي فايندنج، مش ماكرو باثولوجي، يعني مش هتشوفها في ايمجنج. تمام؟ التانيين بيقولوا عليهم مايكروسيستك، مايكروسيستك انك تقدر تشوفها بالالترا ساوند او تشوفها بالايمجنج يعني. انا قصدي هنا دي لانج طبيعيه، كل اللي حصل فيها بس حصل فيها ترابنج للفلويد في الانترا تران بيريود، ولما البيبي بيتولد بيحصل فيها ترابنج للاير. يعني مشكلتها ايه؟ انها بتعمل ريسبيراتوري ستريس بالكمبريشن، لان اللوب ده بيبقى اوفر انفليتد، وطبعا كمان عشان البول لايك او الفالف لايك ميكانيزم اللي حاصل، الايريشن بتاعه كمان ما بيبقاش حلو، يعني ما مفرحش ان هو منفوخ هواء، والايريشن يعني الهواء اللي دخل واللي طالع في امبيرمنت، فمش مش مش هيسعف الايه البيشنت. دي امثله ثانيه برضو للكونجنتال لوبر هايبر انفليشن، انها بتافكت لوب من اللنج وتبان لي كده كسوليد ماس لايك ليجن. تمام؟ ممكن ايفن تعمل زي ما انتم شايفين، تعمل ايه؟ ميدياستاينال شيفت، وده المنظر بتاعها في الام ار اي، ده المنظر بتاعها في البوست نيتال ايمج. زي ما قلنا اكتر لوب او اشهر لوب بيبقى افكتد هو الليفت ابر لوب، بلاقي الليسنس بتاعته زادت وبيعمل كومبريشن على النورمال لور لوب بتاع الليفت لنج، ويعمل كمان ميدياستاينال شيفت وكومبريشن على الرايت لنج اللي هي الطبيعيه عشان الهواء اللي ترابت، وده المنظر بتاعها في السي تي. شايفين دي اللنج اللي هي الطبيعيه، ودي اللنج اللي هي الهايبر انفليتد عشان بقى فيها هواء زياده، الهواء بيبان في السي تي لونه غامق، فيبان لي اللي هو المنظر اللي هو الهايبر انفليشن بتاع اللوب ده. ودي طبعا بيتعمل الانترفنشن عشان تحسن الاريشن بتاع اللنج وتقلل الكومبريشن بتاع الايه الانومالس لوب ده او الاوفر انفليتد لوب ده. طبعا برده من ضمن السكندري افكتس بتاعته ايه؟ انه يعمل هايبو ديفلوبمنت برده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول. البرونكال اتريزيا الحقيقه هي قريبه، او الباثولوجي بتاعها قريب، او يعني سيميلر، الفايندنج بتاعها سيميلر للكونجنتال لوبر اوفر انفليشن، لان هي بتبقى برونكاس وتسدد. تمام؟ بس الفكره انها بتبريزنت ليت، فقليل قوي انها تتشخص، قليل قوي انها تتشخص برينيتال، بس هو باثولوجي برضو قريب، ان هي بتبقى برونكاس صغننه كده تيرمينال او سيجمنتال او سب سيجمنتال، وتتقفل بميوكاس، شويه ميوكاس، او يبقى فيها ابنورماليتي في الوول. فزي ما احنا شايفين دي اللي هي البرونكس اللي اتقفلت ضيقه واتقفلت بشويه ميوكس كده بلج، وحصل هايبر انفليشن حواليها لوكال كده. تمام؟ او سب سيجمنتال. دي بتبريزنت ليت اكتر، عشان كده ما بنشخصهاش قوي ايه برينيتال، قليل انها تتشخص برينيتال، بس هي شكلها قريب من الكونجنتال لوبر اوفر انفليشن، هي بس يعني شيء يذكر في الانوماليز. طيب عندي من ضمن برضو الانوماليز اللي ممكن نشوفها حاجه بنسميها البرونكوجينيك سيست. ايه البرونكوجينيك سيست دي؟ بتخش تحت عيله كبيره كده اللي اسمها بيسموها الفور جات سيست او الدوبليكيشن، بيخش معاها يعني ديفرنشال دايجنوز كتيره جدا، في حاجه بيسموها الفور جات سيست. فور جات سيست دي مجموعه سيستات بتطلع من الفور جات، يا تطلع منين؟ تطلع من البرونكاس بنسميها برونكوجينيك سيست، تطلع من الاسوفجاس تطلع اسمها اسوفجيال دوبليكيشن سيست، ساعات بتبقى ما بين الاسوفجس والنيورال تيوب بنسميها نيورو انتريك سيست. فهم دول عيله كلها اسمها الفور جات سيستك مالفورميشنز. تمام؟ اللي يهمنا ان هي بتبقى كلير سيست مش كونكتد للاير واي، وبتبقى لها ثين وول ولايند بابيثيليوم شكل بتاع اللنج، بس هي عباره عن سيستك ليجن. مشكلتها ايه؟ انها تبان لي كسيستك ليجن في البرينيتال لايف. في على فكره عيانين بيتولدوا ما بتعملش مشاكل غير لو حجمها كبير او حصل عليها انفكشن او عملت كومبريشن على ايه
برونكس، انما ممكن عيان يتولد بيها على فكره ويعدي بيها بوست نيتال والدنيا تبقى ماشيه ما فيش مشاكل، تبقى انسيدنتال فايندنج، يجي يعمل تشيست اكس راي لاي سبب تلاقي عنده ميدياستاينال شادو كده، تروح تعمل له سي تي تلاقي انها برونكوجينيك سيست بناين خالص ما فيهاش اي مشاكل ومش عامله له اي مشاكل. تعمل مشاكل امتى؟ لما ترابشر وتكونكت مع اير واي وتبقى انفكتد وتبتدي تعمل له ايه مشاكل. طب بتبان ازاي؟ زي ما انتم شايفين بتبان كويل ديفايند، ويل ديفايند انيكويك سيست، وغالبا بتبقى اباتنج واحده من يعني لمسه كده البرونكاس سواء التراكيه او واحده من الممبرونكاي، وهنا لما حط عليها دوبلر ما لقيناش فيها ايه فلو، فدي اكسكلود ان فيها فاسكولاريتي. تمام، ابي بقى انا احط ايه الديفرنشال دياجنوز بتاع السيست. تمام، يبقى دي تاني منظر حاجه سيستك. تخش معانا الديفرنشال في ايه؟ ابص على الدايفرام كويس اتاكد انه انتاكت وان دي مش جاستريك اير بابل وطالعه لي صح ولا لا. ابص تاني على لقيت الدايفرام انتاكت اتاكد انها ما تكونش معاها سيستات تانية انها ممكن تكون ايه سيبان صح ولا لا. يبقى برضو واحده من السيستس اللي ممكن نشوفها في اللنج اللي هي او في الـ في البرونكوجينيك سيست دي ممكن تطلع في السيرفايكال ريجن. لا، اللي بتطلع في السيرفايكال ريجن حاجه، دي حاجه تانية اسمها البرانكيال سيست. دي لا، دي الامبريولوجي بتاعها مختلف. في عندي حاجه اللي بتكون الامبريولوجي بتاع الابر الابر اير واي الابر اير واي والفارينكس واللارينكس، ده بيطلع من حاجه اسمها البرانكيال ارشز، والبرانكيال ارشز دي اللي ما لما ما تتقفلش تمام تعمل حاجه اسمها برانكيال ريمينانتس، من اول اللي هي البرانكيال فيستولا اللي هي ساعات يقول لك تعرف الليفل بتاعهم ومش عارف هم اما البرانكيال ارشز كانوا كام، انا مش فاكر رقمهم ايه، 7 انا مش فاكر الرقم، انا فاكر مش فاكر، بس انا عارف ان كان في الابر برانكيال ارشز تعمل لك اللي هي تلاقي العيان عنده فيستولا قدام الاير كده، في اللي هي اللور برانكيال ارشز تعمل له فيستولا كده في النك. تمام، في طبعا البرانكيال سيست مشهوره جدا في النك. لا انا بتكلم على حاجه انترا ثوراسيك، هتلاقي حضرتك اباتنج او لمسه اير واي، هتلاقي غالبا لمسه اير واي. برونكوجينيك سيست في الغالب بتطلع سنترال، يعني بتطلع على ميجر اير واي على تراكيه او من برونكاس، انما في انواع بيقول لك بريفرال برضه، يعني ممكن الاقي بريفرال في اللنج، بس المور كومن اللي هي السنترال برونكوجينيك سيست. اللي حضرتك بتتكلمي عليها البرانكيال سيست، لا دي بتخش في البرانكيال انوماليز. طيب دي برضو امثله تانية للبرونكوجينيك سيست، زي ما انتم شايفين عملنا البرينيتال الترا ساوند بتاعنا لقينا ويل ديفايند انيكويك سيست كده وما فيهاش ايه فاسكولاريتي. تمام، نفس المنظر. وعملنا بعد كده الام ار اي بتبان لي كسيست كليجن في الام ار اي، وده البوست نيتال سي تي للعيان لما اتعمل بتبان كده ويل ديفايند ثين وولد فلويد فيلد ستراكشر كده زي ما انتم شايفين لامس التراكيه، ده مكان مشهور بتاعها قوي انها تبقى لامسه التراكيه من ناحيه اليمين كده. تمام، ولما نيجي ندي العين ده كونتراست ما ياخدش انهانسمنت ولا اي مشاكل، تاخد انهانسمنت انت لما تبقى ايه كومبليكيتد وانفكتد. فده اللي هو البرونكوجينيك سيست، يبقى دي ثالث حاجه سيستك شفناها جوه الهيميثوراكس النهارده. ده برضو المنظر بتاعها بوست نيتال اهو، شايفين العين واخد كونتراست الابيض ده. طيب احنا كنا بنتكلم على البرونكوجينيك سيست، ده البوست نيتال ابييرانس بتاعها زي ما انتم شايفين، العين واخد كونتراست، ده بالمونري ارتري وده الاسندنج والديسندنج اورتا اهو، وفي عندي سيستك ليجن ثين وولد اهو مش واخد كونتراست انهانسمنت وعامل كومبريشن وتلاقي غالبا لمس التراكيه من فوق شويه. تمام، ده اللي هو البرونكوجينيك سيست. طيب في بقى حاجه بس دي اكستريم قوي، السيست ما بتعملهاش حاجه غالبا غير لو بتبقى كومبليكيتد، لان هو ممكن العيان يعيش بيها حياته على فكره ما يبقاش عارف. عندي حاله لو بعتها للمشاعه اي لازم يتحضر الجحر ما هي بقى وجهه النظر، سؤال كويس جدا، امتى اعمل لها وامتى ما اعملهاش؟ المفروض ان انا اعمل لها فولو اب واشوف الديفلوبمنت بتاع اللنج ماشي ازاي. لو عامله اوبستراكشن وكبرت اللنج مثلا او عملت اوبستراكتيف سيمبتومز على اللنج، انك تلاقي اللنج اللي هي ناحيتها كبرت وابتدت تعمل لي هايبوبليزيا في الثانيه، يبقى اتوقع العيان ده هيتولد عنده فعلا مشكله وهيحتاج مانجمنت. تمام، انما انا لقيتها صغننه كده وما بتكبرش وكافية خيرها شرها والبيبي الديفلوبمنت بتاع اتنين لانج ماشي كويس ومش عامله ميدياستاينال شيفت، لا خلاص خير وبركه. تمام، فهي تبقى فولو اب انما لو عامله اوبستراكتيف سيمبتومز لا طبعا هتحتاج طبعا انك تبقى مجهز جراحه اطفال. ودي بقى اللي بقول لحضرتك دي اللي كانوا بيعملوها المالتي ديسيبلينري تيم بره، انه لما بيلاقي حاجه يعني حاله زي اللي انا هتكلم عليها دلوقتي دي اللي هي اسمها الكونجنتال هاي اير واي اوبستراكشن اللي هي اختصارها كيوس. كيوس وانا قلت لكم قبل كده يمكن المحاضره اللي فاتت كيوس يعني فوضى. تمام، كيوس فعلا كيوس بالانجليزي يعني فوضى، هي جت على حظنا الاختصار طلع مع كلمه كيوس فوضى. كونجنتال هاي اير واي اوبستراكشن دي فيري رير انومالي،
هي فيري رير انومالي. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اوبستراكشن للتراكيه فوق عند ليفل بتاع لارينكس. تمام. فايه اللي بيحصل لما تتقفل التراكيه عند ليفل بتاع اللارينكس اثناء الديفلوبمنت بتاع اللانج؟ الفلويد قاعد ياكوموليت فيها ومش لاقي سكه يطلع منها. ما هو البيبي مش احنا بنشوف البيبي في الاخر تريمستر بنشوفه بيتنفس وقاعد بيشغل اللانج دي وبيشغل الديافرام والفلويد ده اللي هو قاعد بيبقى فيه اكستشينج ما بين اللانج وما بين الامنيون والكلام ده والدنيا شغاله حلو خالص. تمام. انما ده عنده كونجنتال هاير واي اوبستراكشن. طب ايه اللي بيحصل؟ اللانجز دي بيحصل انها بتبقى اوفر ديستندد الاثنين عكس بقى الهايبوبليزيا هنا خالص. ده هنا اللانجز الاثنين كبروا لدرجه انهم يعملوا منظر هذا المنظر المميز. الاقي اللانجز بايلاترالي والموست سيمتريكالي انلارجد ويبقى الديافرام بدل ما بشوف الديافرام بالنورمال ابورد كونفكستي بتاعته دي الاقيه بقى ايه اتقلب لبره بقى الكونفكستي بتاعته لتحت. تمام. والاقي ان زي ما انتم شايفين الكومبريشن الهارت نفسه بقى كده واخد اقل من 25 او 30%. الشيست وول كمان كبر والهارت اتزق ايه قدام بال بريشر سيمتومز دي. ادي منظر شايفين المنظر بقول لكم عليه. والعينين دول بيبقوا دايما معاهم دايما عندهم هيدروبس يعني بيبقى الاسوشيشن بتاع الهيدروبس فتالس معاهم كتير جدا. شايفين هنا الدايفرام اتقلب بالعكس. تمام. طيب ايه اللي بيفرق؟ حاله زي كده البيبي ده لما هيتولد مش هياخد نفسه لان الدنيا مقفوله. فكان العينين دول انا فاكر كان المالتي ديسيبلين تيم كان بيقول لك ايه يتعمل له اللي هو الاكزيت بروسيجر اللي هي الاكس يوترو انترا بارتم تريتمنت. ده فعلا بقى انت بتجهز بتاع جراحه الاطفال يبقى واقف معاك في السيزيريا وتسيب البيبي على البلاسينتا ويحاولوا يركبوا له تيوب في ساعتها. تمام. ايفن البيبيز دول نظرا لان كمان اللنج بيبقى فيها مشكله في الديفلوبمنت بتاعها بسبب السده دي بيطلع البيبيز دول على الاكمو على جهاز الاكمو يعني جهاز الاكمو اللي هو الارتفيشال لانج مش عارف اذا انتوا فاميليار بيه ايه الاكمو انا كان اول مره اسمع عنه في امريكا. تمام. الاكمو اللي هو الاكسترا كوربوريال ميمبرينس اوكسجينيشن الجهاز ده اللي هو ارتفيشال لانج. تمام. احنا سمعنا عنه فعلا في الـ في الـ في الـ في القصه بتاعت الكورونا دي. تمام. انما هو هناك عندهم الفكره في ان الجهاز ده انا عرفت بعد كده ان اللوجيستكس بتاع تشغيله وتكلفته جامده جدا. تمام. وعندنا انا فوجئت عندنا ما شاء الله ناس كارديو ثراسيك متدربين عليه بره وشغالين عليه. تمام. بس عرفت ان اليوم الواحد عليه بحوالي 25000 جنيه اليوم الواحد ده غير ثمن الجهاز تكلفه الجهاز يعني تكلفه الجهاز وبيتعمل له تقريبا حاجه زي انتوا عارفين القسطره بتاعه الدياليسز بيتعمل للعيان شنط. عرفت ان دي لوحدها تقريبا تكلفه بس الشنط وتركيب الشنط اللي هي بياخد منها البلاد زي الرينال دياليسز دي تكلفتها حوالي 100000 جنيه او 150000 جنيه ده قبل الدولار ما يغلى. يعني هو بيعمل الشنط دي وياخد البلاد يعمله حضرتك عارفه جهاز عارفه جهاز الدياليسز مش جهاز الدياليسز بيغسل بره بيعمل فلتريشن بره هو الاكمو كده زي جهاز الدياليسز بس ياخد البلاد ويعمل هو اسمه اكسترا كوربوريال ممبرينس بالظبط هو اسمه اكسترا كوربوريال ممبرينس اوكسجينيشن اكمو اي سي ام او. تمام. فلما قعدت مع احد الزملاء بتوع القلب وصدر هنا قال لي ده انا اشتغلت عليه بره اشتغل عليه في الخليج وعارف البروسيجر بتاعته ولو قصه ولو تدريب للناس بتوع العنايه والناس اللي بيشغلوه لهم تريننج مخصوص لان هو يعتبر فنتليشن بس مش فنتليتور اللي احنا متعودين عليه بتيوب والكونفنشنال ده لا هو عامل زي جهاز دياليسيس ولو ناس بتراقبه واحد قاعد جنبه قصه كبيره يعني فالجهاز مش جايب التكلفه دي من فراغ يعني. البروجنوز بتاع الحالات دي ما هي بقى البروجنوز بتاع الحالات دي يعني حاله زي دي ما هو ده المالتي ديسيبلين تيم بيجي هنا بقى يعمل القصه دي. انا هو عنده هنا كونجنتال هاي اير واي اوبستراكشن هل معاه اسوشيشن ثانيه ولا لا يعني البيبي ده هيبقى فعلا البروجنوز بتاعه ان انا هيستاهل ان انا هكلف التكلفه دي ولا هو لا ده اوريدي عنده كومبلكس انوماليز ويبقى ممكن اعمل ترمينيشن من بدري ولا اعمل اكزيت ولا الكلام ده ولا القصه دي. تمام. فعلى فكره الاكزيت تو اكمو دي برضو كنت شفتها في بعض الحالات اللي هي عندهم سيستيك هايجروما كبيره ما ممكن تبقى سكندري هنا الكيوس اللي هو كونجنتال هاي روي اوبستراكشن ده الانترليومنال اوبستراكشن لا ممكن عيني يبقى عنده مولود بكونجنتال نيك ماس وعامله روي اوبستراكشن ساعتها الماس دي تتشال والبيبي يبقى الدنيا كويسه بالظبط. انما القصه بتاعت اللي هو انك تعمل اكزيت واكمو والحاجات دي مالتي ديسيبلين تيم بقى بيقعد مع بعض بتاع الاشعه مع بتاع اسمه ايه ده مع بتاع الفيتال ميديسن مع بتاع جراحه الاطفال مع بتاع النساء عشان البيبي ما برضو في عندي فاكتور بتاع الام هتستحمل البروسيجر دي ولا لا ما تسيب البيبي كونكتد على الام وهي متخدره وقصه يعني وبتاع تخدير يعني هي دي ميزه بره شغل المالتي ديسيبلين ما حدش شغال مش كل واحد شغال
لوحده يعني. ايه؟ ما علينا ما علينا. المهم فده اللي هو الكونجنتال هاير ويب هاي اير ويب ستراكشن، ده واحده من الاكستريم اناماليز، هي رير الحمد لله يعني، هي رير. انما بيحصل زي ما انتم شايفين فيها اللي هو الماركت انلارجمنت بتاع اللنج ده والافيرجن بتاع الدايفرام، وهنا الحاله دي كان فيها هيدروبس، شايفين المنظر بتاعها في الام ار اي، شايفين الافيرجن بتاع الدايفرام والانلارجد لنج. ومن ضمن الساينز برضو المميزه جدا انك تلاقي التراكيه والبرونكاي دايليتد، يعني تحاولوا كده تشوفوا اي بيبي، تحاول تشوف التراكيه والبرونكاي تشوفهم بصعوبه هنا لانهم اوبستراكتد فمليانين فلويد فديستندد. منظر مميز جدا لو مشاور عليهم ده. تمام نعم. لا فعلا بصوا انا يعني حكيت حلقه بصعوبه مش حلقه بصعوبه فعلا يا جماعه، الجهاز بيفرق والله، الجهاز بيفرق فعلا. انا جالي ديمو لاحد، جالي ديمو جهاز بريسوم من شهر ونص. تمام انا كده كده شغلي اغلبه بيدياتريك، فيعني حالات النساء والاوبستراتيك اللي بتجيلي سبورادك. لاجل الحظ مندوب الشركه يوم ما جاب لي الجهاز، بعد ما الجهاز جاب نص ساعه جات لي حاله اكتوب برينس. لا ده كان جاب لي الاس 10 الجديد، اس 10 حاجه لا يقارن بحاجه. اس 10 ده الاس 10 ده الميد رينج بتاعهم كمان، ده مش ال. المهم يعني فجاب لي الاس 10 على حضرتك. انا بس يعني حطيت البروب بس الفاجينا. انا هوريك الصور، صور مع شاشه الدنت. انا كنت هعيط من جمال الصوره والله، انا عيطت فعلا. انا اول مره، انا اقسم بالله العظيم انا بقالي 22 سنه بتاع اشعه، اقسم بالله هوريك الصوره موجوده عندي على اللابتوب هنا. الصوره ايه فتح بطنها يا باشا. انا شفت اكتوبك، انا شايف التيوب بالساك جواها جواها البيبي قاعد بيلعب وناقص يعمل لي باي باي. فيتال نود كان 6 اسابيع. المشكله الابليكيتور ما كانش جه ساعتها، او برضو عشان تعرف البيشنت اصلا انت بيعمل ديمو في عيادتك، مش غير لما يعمل ديمو مثلا في مكان برايفت عشان تدخل الابليكيتور على عيانه وبتاع. بس ففعلا حاجه بتشوف الجهاز، فعلا الجهاز بيفرق، فعلا الجهاز بيفرق. لا جهاز الجهاز بيفرق فعلا. انا عندي بالنسبه ل 730 دلوقتي على فكره، جهاز تحفه جدا على فكره. لا 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 بص على فكره، لا لا انا الجهاز ده مع واحد صديق ليا جايب منه 2 شغال بيهم جنرال وابستاتيك. لا جهاز تحفه، انا اشتغلت عليه، جهاز جميل جدا على فكره. لا حاجه من الاثنين، هتلاقي الجهاز ده ممكن يكون هو جهاز، طبعا هو جنريشن قديم بس الجهاز قوي، هتلاقي ممكن حاجه من الاثنين، يا الجهاز اتصلح كتير او البروبات بتاعته فيها لعب. لان انا بقول لك انا مع زميلي جايب 2 منه، جايبهم يوزد شغال بيهم زي الفل ما شاء الله، ربنا يبارك له يعني. فادي اللي هو الكيوس، عشان بس الوقت يا جماعه عشان السايد توك، بس ما ننساش قبل ما انسى الكلمتين اللي انا محضرهم النهارده الصبح. ايه الصوره بس هوريها لك، حاضر بعد ما اخلص. طيب نيجي بعد كده على انتيتي تانية، ودي حاجه كومن برضو، دي بقى واحده من الحاجات الكومن اللي هي البالمونري سيكوستريشن. البالمونري سيكوستريشن دي عباره عن قلت لكم يمكن المحاضره اللي قبل كده برضو، دي اللي بنسميها اللنج المتمرده، اللي هي حته لنج بتقول لك انا ماليش دعوه ببقيه اللنج، ماليش دعوه ازاي، هي حته لنج فيها لنج تيشو لا هي كونكتد بالايرويز بتاعتها ولا كونكتد بالفيسلز بتاعتها. طب انت لازمتك ايه؟ لا انا جاي هنا كده رخامه واخده مكان في الهيموثوركس، ولما العيان يتولد اقعد اجيب له انفكشنز كتير. تمام فدي اللي هي البالمونري سيكوستريشن. طب بنشخصها ازاي؟ انها بتبقى برده جزء اريا اوف كونسوليديشن كده او بتبان لي كسوليد ماس. طب الفرق ايه؟ لما اجي احط عليها دوبلر هلاقي لها فاسكولار سبلاي جاي من حته ثانيه، غالبا بيبقى جاي من الاورطه، ويبقى غالبا هي اكتر اشهر اماكن لها، بتيجي في اللور لوبز او بتيجي في الانفيريور في اللور لوبز بتاعه اللنج. تمام رايت وليفت غالبا بتبقى رايت. تمام وتلاقي الفيدنج فيسل او الفيدنج بلاد سبلاي بتاعها جاي من الابدومن الاورطه. فاول ما تشوف حاجه ماس لايك زي اللي احنا شفناها، شفنا المنظر ده في كذا حاجه، شفناه في السي بام تايب 3، شفناه في الكونجنتال لوبر اوفر انفليشن، مش كده؟ شفناه في ايه تاني؟ في البالمونري سيكوستريشن اهو. طب الفرق ايه؟ انك هتلاقي بالبي مود هتلاقي حاجه سمراء جوه كده، ولما تحط عليها الدوبلر تلاقيها فيسل، وتحاول تشوف الفيسل ده رايح فين. لو لقيت الفيسل ده معدي الديافرام ونزل للاورطه، توقع ان دي ممكن تكون ايه؟ سيكوستريشن. ده المنظر بتاعها بوست نيتال اهو. هنا جايب الاريا اوف كونسوليديشن زي ما انتم شايفين، هي اللنج الطبيعيه اللي هي اريتد السمراء دي، ودي اللي هو سيكوستريتد لوب، وده اللي هو الاورطه، والاقي برانش جاي من الابدومين الاورطه ويعدي في الديافرام عشان يغذيها. حاجه منتهيه الرخامه يعني. لا مش كونكتد، هي في نوعين. بص عشان بس ما اخشش في تفاصيل زياده، هو في نوعين، في حاجه اسمها انترا لوبر سيكوستريشن واكسترا لوبر. بتفرق في ايه؟ الانترا لوبر دي بتبقى الجزء ده
واخد نفس ال 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 واخد نفس الكفرنج بتاعت اللنج النيتف، يعني هو لوب واخد نفس البلورا بتاعت اللنج اللي هو طالع منها. الاكسترا لوبر لا لو بلورا لوحده كمان، تمام. الاثنين مش كونكتد لل الاثنين مش كونكتد للايروي ولا الفيسلز بتوع اللنج، تمام. في شويه فروقات تانية بس انا مش فاكرها حاجه دلوقتي، بس هي ايه كانها لوب، هو لوب رخم كده، لا لا لو لا واصل بالايرويز ولا واصل بالفاسكولاتشر بتاعه اللنج ولا الدرينج حتى بتاع اللنج. الانترا لوبر اعتقد ساعات بيبقى من ضمن الفرايتيز بتاعته ممكن يدرين، يعني ممكن يبقى يعني ما بين البلين ممكن يدرين مع اللنج الطبيعيه بس ما يبقاش كونكتد مع الايروي مثلا واخد بلاد سبلاي من حته ثانيه، تمام. الاكسترا لوبر ده متمرد في كل حاجه، ده انا مش ماليش دعوه بيكم مش لاعب، طب خد بالك ده المنظر بتاعها في الثاني في الالترا ساوند اهو زي ما انتم شايفين. عندي حته ايكوجينيك ماس لايك ليجن، شايفين الخط الاسمر ده لما حطينا عليه الدوبلر لقينا فيه ايه ارتيريال فلو ولقيناه كونكتد مع سيستميك فين غالبا زي ما قلنا الاورطه سيستميك ارتري غالبا الاورطه الانفرادايفراجماتيك. ده المنظر بتاعها في الام ار اي ادي كرونال فيو، وواضح هنا الحاجه اللي هي ما فيهاش سيجنال السمرة دي دي الفيسل اللي احنا شايفينه هنا بالدوبلر، تمام. و هنا اللي هو اللوب اللي هو الاكسسوري لوب ده، اسف، اللي هو الاكسسوري بلاد سبلاي اللي جاي من الاورطه، اسف، اللي هو انفرا دايفراجماتيك. مش فاكر الصوره دي فيها ايه. طيب ده المنظر بتاعها في الالترا ساوند والام ار اي. طيب هنا بقى اللي احنا قلنا عليه انه يبقى عندي هايبريد ليجن، حاجتين ما لهمش دعوه ببعض، تمام. هايبريد ليجن هنا العيان ده كان عنده حاجتين، كان عنده كونجنتال بالمونري ايروي مالفورميشن وكان عنده سيكوستريشن، تمام. ان عنده الاثنين، لقينا الحته اللي هي السوليد لايك دي يعني سوليد لايك ماس ولقينا فيها فاسكولاريتي. لو تفتكروا السي بي ام، السي بي ام ما كانش فيها الفيسل ده، صح ولا لا؟ عشان كده احنا هنعمل فيه تقسيمه كده في الاخر المحاضره ظريفه مجمعه الحاجات دي كلها وازاي نفرقهم من بعض. السي بي ام ما اتكلمتش انا على فيسلز فيها خالص، تمام، ومع ذلك لقينا سيستيك ليجن، تمام. طبعا انا مش عايز اقول ان احنا كل الحاجات دي شخصناها برينيتال 100%، اكيد حاجات منها اتشخصت بوست نيتال واتعمل كورليشن مع البرينيتال، لان مست العيان هناك بره ان هو حتى مثلا لو الام ولدت في مستشفى بيبقى ابنها على نفس التامين الصحي على نفس المستشفى غالبا، تمام، او الدنيا بتبقى مربوطه ببعضها، تمام، مش كل حاجه هنا سليمه لوحدها. فدي اللي هي بنسميها الهايبريد ليجن، ان يبقى عندك اتنين ليجن في نفس الوقت. طيب اخر حاجه خالص في المحاضره بتاعت النهارده ان انت يكون عندك انترا ثوراسيك ماس زي دي. ده كان عيان عنده تراتوما، الحقيقه انا ما لقيتش صوت الالتراساوند بتاعته للاسف، بس ده كان عيان عنده زي ما انتم شايفين هيتروجينس سيستيك وسوليد ماس كده ميدياستاينال، وكان معاها افيوجن واسايتس، وزي ما انتم شايفين الهارت كومبريسد والاثنين لانج هايب اندر ديفلوبد. فدي كانت كونجنتال انترا ثوراسيك ماس، اعتقد انها كانت كونجنتال تراتوما او كده، تمام، ودي للاسف معيش الالترا ساوند بتاعها. طيب نعمل بقى تجميعه كده، تجميعه للي انا قلته في الساعه اللي فاتت دي. ادي النورمال لانج بتاعتنا اهي، تمام، ادي الاكزيال كات بتاعنا اهو، ادي الهارت في النص، وادي الفور تشامبر فيو، واحنا قلنا ان الانتر فنتريكولار سيبتوم بيعمل 45 درجه مع الميد ساجيتال بلين، والاثنين لانج ايكوجينيك وجمال جدا، والهارت واخد من 25 ل 30% من الايه من الويتس بتاع الهيميثوركس. نيجي نبص هنا، ادي الاكزيال بلين بتاعنا، واضح ان عندي هنا اللانج، ادي السباين اهو، واللانج هنا كبيره وفيها مالتيبل سيست، اتوقع دي تكون ايه سي بي ام اللي هي تايب كام. دي دول قد بعض تقريبا، اتوقع انهم تكون تايب ايه تايب 2، تمام. طيب نيجي نشوف هنا، هنا عندي سيستيك ليجن، تمام، عندي سيستيك ليجن وعندي ميدياستاينال شيفت، تمام، والسيستيك ليجن ده ممكن يخش في ديفرنشال دايجنوزز. هو هنا قايل في الحاله دي انها ايه سي دي اتش، ما انا حاطط الكي بتاعها اهو، تمام، ليفت دايفراجماتيك هيرني. طيب نفكر في ايه برضو ماشي، هو هنا شاف انها كانت ستومك، تمام، وهنا بيقول ان هي كان معاها هنا تقريبا ده باول او حاجه زي كده. طب بس انا قصدي لو احنا بنفكر، انا سي ان انا مش عارف من الكتاب، هفكر في سي بام تايب 1، ممكن افكر في برونكوجينيك سيست، صح ولا لا؟ ممكن افكر في الايه كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا، صح كده؟ مش الثلاثه دول فاليد؟ وعرفنا هنفرق ما بينهم ازاي؟ شوف الدايفرام، اشوف الجاستريك بابل بتاعتي فين الكلام. طيب دي سهله خالص، دي اول حاجه اتكلمنا فيها،
في انيكويك كلير فلويد اهو في الهيميثوركس، اتوقع ان ده يكون ايه سيمبل هيدروثوركس. ده كان يونيلاترال، هنا ايه بايلاترال هيدروثوركس غالبا مع عينين بتوع الهيدروبس. طيب هنا ايه اللي حصل هنا؟ شورت ريب فعلا، والهارت واخد الثوركس كله خلاص. ابتدي افكر في ايه؟ هايبوبليزيا نتيجه سكليتال ديسبليزيا فعلا. ابتدي ادور بقى على بقيه البونز بتاعت البيشنت ده والكلام ده. نعم سيكندري هايبوبليزيا بتاعت اللانج. بصي بقى بتاعت ايه اللي هي الهايبوبليزيا بتاع اللانج؟ ما هي بقى بصي حضرتك، انا بس ما دخلتش في التفاصيل قوي برضو تمام. في اللي هي اللانج فوليومز، يعني دي حاجات بقى النورموجرامز، النورموجرامز بتاعت اللانج واللانج فوليومز والكلام ده. المعلومات بتاعتي انا المتواضعه يعني ان الهرنيشن بتاع الليفر، الهرنيشن بتاع الليفر في السي دي اتش ده باد بروجنوزس تمام. اعتقد ان ممكن دي ادور فيها وارد على سؤالك، ان هي حسب اللانج فوليوم وحسب انهي سايد اللي افكتد تمام. الريفرسابل ولا لا انا ما تابعتش العينين بعد كده، بس اعتقد ان انت لما بتشيل الكوز بيبقى فيه فرصه ان اللانج ايه تري اكسباند. بص يا دكتور انا ممكن هسيب لك اسمه ده، هجيب لك الريفرنس اللي انا جايب منه الكلام ده. ما انت انا هجيب لك الريفرنس بحاله، لان الريفرنس بتاع هو اطلس بتاع فيتال انوماليز، يعني انتوا تدوروا عليه او احاول ارفعه لكم على سايت ولا حاجه وننزله مفيش مشكله. طيب يبقى احنا قلنا دي اللي هي دي في ثوراسيك هايبوبليزيا من سكليتال ديسبليزيا تمام اللي هي الاف. طيب عندي هنا ايه تاني؟ عندي هنا ادي الاجزيه الكات بتاعنا، عندي اللنج بقت ماس لايك ايه؟ ماس لايك ليجن تمام. افكر في ايه بقى؟ سبام تايب 3 او ايه كمان؟ بارمونيس سيكوستريشن بالظبط تمام، بس يكون كبير شويه او ماس كبيره. ممكن افكر في ايه تاني؟ نعم كونجنتال لوبر هايبر انفليشن ممكن وارد. هي طبعا لو يونيلاترال، يونيلاترال طبعا افكر في الحاجات اللي احنا قلنا عليها تمام. لو بايلاترال زي دي بقى، بايلاترال زي دي كونجنتال هاي اير واي اوبستراكشن او اي اوبستراكشن للابر اير واي باجن عام، مش شرط يكون اللي هو اللارينجال اوبستراكشن بس، ممكن زي ما قلت ممكن يبقى سكندري. يعني لو عندي نيك ليجن، لقيت نيك ليجن في البيبي وكابس على الاير واي، ممكن يعمل لي اللي هو الايه الكيس لايك ابييرنس ده، انا هلاقيها بايلاترال وسيمتريك تمام. هنا اخر حاجه دي كارديوميجالي مع الجماعه اللي بيشرحوا ايه كاردياك. اعتقد كده احنا عملنا اوفر فيو لللانج انوماليز باستفاضه. البيبر هسيبها لكم تمام. كده جزاكم الله خير على حسن استماعكم، انا متشكر جدا.